السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كيف ما كتلاحظوا معايا، تنسيقات جديدة من ملابس تركيا للمحجبات لفصل الربيع. كيف ما كتشوفوا كاين هذا الموديل في اللوينات، كاين هذا البيج، كاين غوص فوشيا، كاين الازرق، كاين الاسود كذلك، وكاين هذا الموديلات بالنسبة للفساتين كيجيو على هذا الشكل، هذا الفصالة عصرية فيهم كذلك اللوينات، وكاين هذا الموديل فساتين للمناسبات كاين فيهم هذا الكرونة، وكاين كذلك هذا الموديل حتى هو للمناسبات، الفصالة ديالو مختلفة على اللي شفنا قبل، كاين فيهم هذا اللوينات الاخضر وكاين هذا الموف وكاين كذلك الاسود، كيجي مزيون في اللبسة. الفصالة ديالو كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا، وكاين في الازرق ملكي كذلك. وكاين هذا الموديل حتى هو بالنسبه للفساتين لفصل الربيع، كيجيو طوالين كيف ما كتشوفوا، كذلك الكمام كيجيو مجموعين. كاين هذا الموديل حتى هو بالنسبه للفساتين للمناسبات، وكيف ما كتلاحظوا معايا موديلات عديده بالنسبه للتصاميم عصريه ملابس تركيه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. بالنسبة للبنات اللي يدخلوا الجدادات، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة طبعا الا كنتوا مهتمات بهذه النوعية ديال المحتوى، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل فيديو كنزل لكم يوميا فيما يخص موضة محجبات. والبنات اللي بغاو يشوفوا شي حاجة معينة يخليوها لي في التعاليق وانا نجيب لكم موديلات اللي بغيتوا. كاين كذلك هاد الموديلات بالنسبة للفساتين للمناسبات، لوينات اللي دارجين على الموضه كيف ما كتلاحظوا معايا. كاين هذا الموديل حتى هو بالنسبه للفساتين، وكاين هذه التنسيقه هذه بالنسبه للشوميس في البيج مع الثروه كيف ما كتشوفوا كيجي واسع في بلومارين. وكاين كذلك موديلات عديده بالنسبه للفساتين لفصل الربيع، كاين هذا الموديل فيه ثلاثة ديال الالوان كيف ما شفتوا معايا قبل، وكاين هذا الموديلات حتى هما فيهم لوينات غتشوفوهم معايا في تتمه الفيديو. بالنسبه للفساتين كيجيو شويه قصارين، الكمام مجموعين كيف ما كتشوفوا، والفصاله ديالهم كتجي على هذا الشكل هذا، كيجيو بالحزام كذلك. وكاين هذا الموديل حتى هو بالنسبه للفساتين اللي كيجيو طوالين، كاين هذا الموديل اللي شفنا قبل في هذا الموف والازرق، وكاين كذلك هذه العبايات كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للفستان كيجي لون واحد والفوقاني كيجي فيه الالوان، كيجيو بالحزام فيهم هذا الاورانج وفيهم كذلك هذا الموف مفتوح، والفوقاني فيه الالوان فيه الاحمر والازرق والموف. كاين كذلك هذا الموديل كيجي بالحزام، بالنسبه للفصاله ديالو كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي كلوش واسعه وطويله. وكاين هذا الموديل حتى هو بالنسبه للفساتين هذا فصل الشتاء رمادي، وكاين كذلك هاد الموديلات بالنسبه للعبايات للمحجبات، هادو كيجيو بلا حزام كيجيو واسعين فيهم هاد الالوان، فيهم الزيتي فيهم الاسود وفيهم بلومارين وفيهم الكرونة، فيهم كذلك هاد الموف، هذا موديل مختلف كيجي 3 بياس كيف ما كتلاحظوا معايا، كيجيو مستورين واسعين. بالنسبه للسراول كيجي واسعين كيف ما كتشوفوا وطوالين، فيهم هاد بلومارين فيهم الاخضر مفتوح. وكاين كذلك هاد الموديل لفصل الربيع كيجيو طوالين. بالنسبه للسروال كيجي لون واحد والفوقاني كيجي بلوينات كيف ما كتشوفوا، كيجيو طوالين كيف ما كتلاحظوا معايا، عندهم هاد الفتيحه على واحد الجهه،
وكاين كذلك هذا لونسومبل بالنسبه للمحجبات 3 بياس بالنسبه للتحتاني كيجي بالحزام، فيهم هاد الالوان، فيهم ماغو مغلوق وفيهم هاد الاخضر، وفيهم كذلك هاد اللون مع البيج، فيهم الاحمر مع الاسود، فكيجيو كلاس في اللبسه كيف ما كتلاحظوا معايا، وكذلك فيهم الاسود. وكاين هذا الموديل بالنسبه للمعاطف الكلاسيكيه كيجيو شويه قصارين، السروال كيجي على هذا الشكل هذا، الفصاله عصريه، فيهم الاسود وفيهم ماغو مغلوق، فيهم البيج كيف ما كتشوفوا. هادو للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. بالنسبه للموديل اللي شفنا قبل بالالوان، فيه كذلك هاد بلو مارين وفيه هاد الموف مفتوح، كيجيو دو بياس، كيجيو واسعين بلا حزام. كاين كذلك هاد الموديلات بالنسبه شوميز كيجيو بالوينات، كاين الاورانج، كاين هاد الماغو مغلوق، بالنسبه للكمام كيجيو على هاد الشكل هذا بالزيفات. كاين هاد الموديلات حتى هما موديلات تركية، هادو لي المحجبات كيجيو مستورين وفي نفس الوقت انيقين في اللبسة. وكاين هاد الموديلات كذلك بالنسبة للشوميز لفصل الربيع كيف ما كتلاحظوا معايا، الوينات اللي دارجين على الموضة، بالنسبة لتناسق الالوان كذلك البنات اللي كيبغيو ياخدوا افكار على تنسيقات بالنسبة للوينات اللي دارجين على الموضة، وكذلك البنات اللي كيدخلوا على حسب الفصاله. فهاد الفيديو هذا فيه افكار عديده بالنسبه للفصاله ديال الفساتين كيف ما كتشوفوا في هاد الفيديو هذا. كاين هاد التصميم، هذا تصميم عصري حتى هو كيجي بالحزام، كيجيو مستورين يعني وشي حاجه انيقه في نفس الوقت بالنسبه للمحجبات اللي كيبغيو هيدا شي حاجه تكون مستوره. كاين فيهم هاد اللون اللي دارج على الموضه كذلك. كاين هاد الموديلات حتى هما بالنسبه للمعاطف الكلاسيكيه مع السروال اللي كيجي واسع، فيهم هاد الالوان اللي كتشوفوا معايا. وكاين هاد الموديلات انيقين بالنسبه ملابس للمناسبات. وهنا يا حبيباتي غنقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وكيف ما عودتكم دائما الجديد فيما يخص ملابس محجبات وكذلك افكار تنسيق الالوان وافكار عديده بالنسبه للفصاله. مع السلامه.